أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين اثر انهيار جسر ومبنى في شمال البلاد. قال متحدث باسم خدمة الإنقاذ إن 28 شخصا لقوا مصرعهم اثر انهيار الجسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حدث انهيار الجسر يعتبر كارثة فادحة. واشارت وسائل اعلام عبريه الى انه تم استدعاء طائرات على وجه السرعه للمساهمه بنقل عشرات الاصابات في حادث الانهيار